يوم جديد وفلو جديد. صباح الخير، هلا والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا، اخباركم زين ان شاء الله؟ طيبين. اخيرا ويكند كذا الواحد ياخذ راحته، يطمن على اصحاب الثنيان، تشوفهم من زمان عنهم. كيف صيام معاكم وكيف اجواء رمضان؟ ان شاء الله كل شيء تمام. انا ايش اخباري؟ انا جدا مبسوط. اقول لكم ليش اليوم ان شاء الله بيجونا ضيوف، وراح يكون اول اختبار فعلي لاخباري الثنيان، يعني هنا يبين الاختبار الحقيقي. لكن السؤال ايش بنسوي؟ هم لسه باقي لهم تقريبا ساعتين لما يجون. لحظه يا جماعه قبل ما نطلع، احنا الحمد لله عندنا بصمه في العمل الخيري في كل رمضان، وهذه السنه ان شاء الله بعد راح يكون عندنا بصمه. راح نتكلم عن جمعيه ما مكه المكرمه، علشان الكل يطمن هذه الجمعيه فازت بجائزه مكه التميز ومصرحه من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. عندهم مشروع اسمه افطار واعمار، اسمه افطار لانك تقدر تكسب الاجر وتفطر شخص موجود في الحرم المكي، واعمار لان تروح لبناء اوقاف خدمه اليتامى والمساكين والمحتاجين، يعني تكسب اجرين عظيمين. قيمه الوجبه الواحده 15 ريال، قيمه 10 وجبات 150 ريال، واذا تبغى تتكفل قيمه 30 وجبه 450 ريال. تنويها عنك وعن والدينك وعن احبابك وكل من يعز عليك. مشروع عظيم وفي اجر كبير، وهذه الفيديوهات هم يوزعون في الحرم. شيء جميل انك تشوف تساهم بفطار شخص موجود في الحرم المكي، وتقدر تحول عن طريق تطبيق الجوال سواء بنك الراجحة او الاهلي. حاليا ان شاء الله بحط بصر الجمعية وفي ارقام للتواصل اذا عندك اي سؤال، بحط المعلومات تحت في الوصف. والله يكتب الاجر للجميع. علشان بيجونا ضيوف لازم تكون ريحه المكان جميله، وهنا للاسف ما نقدر نحط بخور. كل ما حطينا بخور يرن جرس الانذار، وحاليا راح نحط بخور ونطلع. تخيلوا لما نطلع يرن جرس الانذار ويجون مطافي ورشوم ماي على كل شقه، اللابتوب يفترض، ميموريات كلها تروح، نجي نلقى الشقه تغرق هنا. فايش الحل المناسب؟ شرينا هذا الجهاز، كله تحتاجه بس تعبي 150 ملي من الماي. شوف كيف حبيناه. الحين نقول بسم الله نحطه هنا. طيب دقيقة، الحين ايش الريحة اللي بيطلعها؟ تقدر تختار ريحة على حسب المود اللي تبغاه. كيف؟ شوف انا اقول لك، هذه اربع روايح انا شريتها. يقول لك تبغى راحة ولا سعادة ولا طاقة ولا عادة نشاط. يعني يقول مثلا الحين بيجون اشخاص نبغاهم يحسون بسعادة، ناخذ نكهة السعادة. ما في نكهة افوكادو؟ مو وقتك اثنين. طيب تيجي داخل هذه علبة، نقول بسم الله ونفتحها ونحطها هنا. نحط كم قطرة بس، اول مرة اجربه والله ريحته قوية. ريحة الطاقة هذه فكس، لا جد فكس. حتى ريحته طالع من العلبه. اذا حسيت يوم كذا انك تعبان، جاتك بروده ولا شيء، حط الريحه هذه تقعد تستنشق فكس طول الوقت. الحين حطينا هنا ريحه سعاده ونقفل، نقول بسم الله ما شاء الله. الحين السعاده تطلع وكذا يبخر الغرفه بالكامل. هذا بخور كهربائي نوع ثاني، ولا يرن جرس الانذار ولا شيء الحمد لله. ان شاء الله بالفلوق الجاي راح نجرب هذه ريفرش، ما جربتها من قبل، بس صراحه ريحتها حلوه وتسوي فرق. كتبنا الاشياء اللي نحتاجها من البقاله علشان ندخل نشتري ونطلع، ما صارت نقعد في السوبر ماركت ساعتين ونص. لا خلاص صعب. هذه الشيء اللي نحتاجها كده ان شاء الله نكون جاهزين. افتح معانا، نقول بسم الله ومن باب الامل الجديد. الله على الاجواء المغيمه، الله على الاجواء اليوم شكلها بتمطر. اوه لا، اجواء اليوم المفروض نفطر برا والله. هذا الحين ويكند، اذا اجواء بكره بعد زي كذا لا يبغى له فطور برا. شفنا الوقت، طلع باقي دقيقه يوصل، ننتظر هنا. وهذا هو القطار وصل. تذكرون قلت لكم في حمله في امريكا ضد العنصريه؟ شوفوا حتى على القطار كاتب يعني كلنا واحد، لون واحد، ديانه واحده، جنس واحد. ان شاء الله بنشوف نتائج هذه الحمله. كذا يكون وصلنا عند الحديقة، هنا مكان سوق السبت. نزلنا هنا لأننا بنروح البقالة العربية، ذكرنا لا عندنا فيمتو ولا كاسات الشاي، بنشوف ايش موجود مناسب في البقالة العربية وبناخذه، وبعدها بنطلع السوبر ماركت. طبعا أي شخص موجود في هذه المدينة ويبغى بقالة عربية، شوف هنا موجودة. هذه الحديقة المعروفة اللي يسمون فيها سوق السبت، هذه البقالة. طبعا تبغى نيدو، تبغى قشطة، تبغى جبن، كل شيء متوفر ما شاء الله تبارك الله. احنا راح ناخذ فيمتو للشباب. تمر عندنا الحمد لله، نبغى ايوه هذا مطلوب. كذا حلوين. فول عندنا، شو شيء ثاني؟ يبغانا شكلنا نجي وندوق التونة اللي هنا. أهل الحسا، حب إذا تبغون. هذه شوربة عدس، ناخذ ثنتين. كذا يكون شرينا الأغراض وخلصنا، الحين على طول روح سفوي اشتري الدجاج، خلص الأفوكادو، لأن قررنا إن شاء الله نسوي كبسة بعد ما سلطة الزبادي، يا سلام. ونشوف بعد إذا في أشياء مثلجة نقدر نشتريها بناخذها. وهنا وصلنا عند سفوي. تخيل شقتك انت فوق بالضبط، والله على طول كذا تطب من شباك تنزل تاخذ ناقصك، تحس ما ينقص شيء في الشقه، كل دقيقتين نازل. مدينه فاضيه مع انه يوم ويكند وسبت، لكن واضح هنا الشعب بيتوتي. اهم شيء مرتاح
الكمون خلص من عندنا، نبغى كمون 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 الحين يضيع. هذا هو تذكر كل شيء عندنا بعد. تمام تمام. من هنا نبغى شيئين، نبغى لبن نبغى زبادي. اللبن هذا هو بتر ملك، هذا افضل نوع زبادي. واذا تبغى رز هذا افضل انواع بسمتي، صغير حق كم وجبه. صح باقي شيء مثلج، هنا نشوف شيء مثلج مسخنه. شو حصلت؟ سمبوسه مكتوب تحطها بالفرن، بس مو اسمها سمبوسه، اسمها سموسه. حسالوا واحد عربي قالوا له شو اسمها؟ قال سموسه. قالوا له ايش؟ قال سموسه. قالوا اوكي خلاص سجلوا سموسه. اليوم بيجونك ناس قاعد تنكت، ما في سموسه ثانيه خضار بس، خليهم فيجيتيريان. هنا نحط الليمون، بعدها نختار هنا، نختار حرف ال، وبعدها نختار الليمون. يقول لك كم حبه؟ 1 2 3 نضغط 3 حبات موافق، بس كذا يكون خلصنا منه. نحطه هنا، نضغط افا افوكادو. كم حبه؟ 3. تمام. بعدها حسب بطاقه كذا يكون خلصنا. مساء الخير. هلا والله. شو البخور الاصلي؟ طيب يا جماعه جاي على الاغراض، كلموا الشباب قالوا في الطريق انتظروا حاليا. يلا ما عندي حركات كنا فلتر. خلاص اي احد يبغى مشهد في دخان حط البخور هذا. انت تبغى تسولف انت صح؟ طيب زبادي خضروات كلها موجوده. السلام عليكم، اليوم بنبيض الوجه ان شاء الله كالعاده. اصحاب الاثنين ما نخيب ظنكم، بعدين اذا صار شيء يقولون انا اصحاب الاثنين نفس الشيء. كلمني فيصل يقول لي وصلت. احلى شيء انك تسكن مقابل الباب الرئيسي، على طول تشوف الشخص اذا جاء. فيصل شباك هذا ما يفتح اكثر من كذا، والله كنا في سجن، بس تقدر تطلع يدك. يلا جايك جايك. بنروح ندخل فيصل. الباب الرئيسي بعيد شوي، عن جهه النادي والبريد. حس حفظت الشقه، هذا هو النادي، البريد هنا، وهذا الباب الرئيسي. هنا فيصل. بسم الله. هلا 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 باهل الكويت. مرحبتين، شو سيارتي جات ورا. كيف حالك؟ طيب؟ وين الدرج راح؟ بعد الفطور ننزل درج. ولو في بعد الممر. والله احب لما يجي شخص اصور رده فعله واشوف. لا لا هذا لسه اول شيء، هذا هو رقم واحد باقي. يسار يمين هذه متاع. الله يعين. لا لسه باقي. وباقي ما؟ لا لسه هذا مش لسه، هذا حق الضحك. اوكي. لا لا كل هذا بعد. حياك الله. هذا هذا انا. حلو. الله يحييك. تفضل. اوكي والله تصدق كبيره اكبر من الفلوقات؟ اي اكبر. لا لا اكبر، حيل اكبر من اللي قاعد اشوفه. والله والله حيل اكبر. كويس اول شخص يقول اكبر. حلو انت جيمر صح؟ تقول لي عفا عليك. خلاص ايوه هذه ال 500 لعبه. ايوه ان شاء الله تشنص من اول مره. ان شاء الله ايش تشنص؟ وش معنى تشنص؟ تشنص يعني تضبط من اول مره. هاي بالكويتي تشنص. ايوه يلا نشنص الفلوق. ايوه ان شاء الله ضبط. لا شكله ما ضبط من اول مره. ما شنص اصبر لحظه. ايوه بس في بلاير. انتبه سلام عليك. يا سلام ظهر الطياره اللي ما قلنا لا. شوف تشنص من اول مره. شوف تشنص. فيصل شوف طالع هناك، والله كانك عزيز من ورا. توقع تضبط اذا قلنا لهم ان عزيز جاء. فيك حلوه صراحه. هذه حلوه. وين حق فلوق مليون؟ اول واحد جاب مليون، اول واحد جاب 10000. حاط ميز نسوي ان شاء الله نسوي. زين ذكرتني الاسبوع السابع خلصنا منه، باقي الاسبوع الثامن الاسبوع العاشر. تدري شنو ودي؟ ودي اخلص الدراسه وارجع الكويت. تبغى ترجع بعد السمستر هذا؟ لا شوف هذه اضاءه شريتها. احنا حاليا بيضرب. طبعا فيصل كنت تابع في الكويت من كنت في الكويت صح؟ ايه ايام على بدايه تقريبا فلوق 30 بدايتي. والله ما شاء الله تبارك الله زمان. لا هذه هي ممتازه. شوف حاتم شكله جاه. مرحبا مليون. انا عند العماره. اي باب يقول خليه يمشي. خليه يمشي خليه يمشي. شوف من هنا حاتم يا اخوي. انا عند عماره مله صح؟ يلا نازل لك نازل لك. يلا بس شو هذا ماخذ ريتش ناو؟ ما شاء الله تبارك الله عندك سيارة. والله لو صاروخ خلص.
الحين بيقعد نص ساعة كذا يعدل عشان ما يطلع بالفلوق. طبعا حاتم ما كان يعرف اني اصور فلوقات ولا يعرف ان عندي قناة ولا شيء، كان يسلم علي يوميا في الجامعة. بعدين جاء يوم من الايام قال لي يا اخي يقولون انك مشهور. لا لا مو مشهور ولا شيء. قال طيب. راح بعدين ظهر وراه الفيديوهات جاني يا اخوي تلعب علي انت يقولون انك مشهور. حاتم لازم تطلع بالفلوق تعال. حاتم لا والله غسيل تحت لازم تنزل تحت. خل لعبة فيها شخصين. الحين تيجي احلى خفايف ثنيان. لا لا هذا انت مو في ماريو. اذا تحب ماريو حاتم. وين؟ كم ماريو؟ والله كان معوب علينا. كلهم طقوا يا اخوي. طق النمر طق النمر. احب طق النمر. هذا سيجا. عرفت اللي كذا سيجا. اي ذاك ثاني. والله يا زي ما قلت لك ترى في انواع ماريو. جرب ماريو الثانيه. اذا تنفجت انا عيد. اه انا خير من شرقيه صح؟ من خبر. اي نعم. يا عمري تقول لي جات الخبر قبل. روح اي ترى ترك في السقف وجه. والله العظيم ثلاث ساعات طلعت ثلاث ساعات جاي. متى نمت؟ متى الساعه 9 الصبح؟ هلا زين صحيت اليوم والله. لا تروح اذا بتروح لا تروح للكانومبي. ليه؟ تو واحد يمدح لي اياها. لا لا تروح للزباله. ليش ما اخذت من هذول الناس؟ وش الحل الاخير؟ لا قبل رويك اللي لقيتها فلوس. حلو. فين انا بجوا. المهم طال عمرك و 30 دولار. لا شوف هذا الحديد مو حلو. هذا يا والله حلوه خير. ما تصلح ما تصلح. حاليا ان شاء الله بروح ندخل عمر. جاء تحت. مرحبا مليون. هلا 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 بالجيران. طبعا عمر ساكن هنا. هذيك الشقة الثانية اللي هناك. حياك الله كيف حالك؟ شو نسوي؟ طيب؟ حياك الله. تفضل. السلام عليكم. عمر. اقول لك هذا من وين جبته؟ هذا اونلاين. تبغاه؟ والله والله. ما شفته قبل. ما تقدر تطبع اعتراض على الاخبار كلها. ريان مساعدة شيء؟ ابد كل شيء جاهز. والله جد. والله كل شيء جاهز. بالله خليني اساعده. والله خلص بقى خلص بكاتب بس وخلاص. طبعا احنا نسوي ديزاين في المكتب عندنا. حسبت عنه. هذا لا هذا انا. خلي اوكي. كفو يلا. وين صارت اللي داخل ولا؟ لا مكان سري. طيب في شيء نفرشه؟ في اكياس ورقي. هذه فقره لك مشكله حل اليوم. عمر وفيصل قالوا ما في سفر خلاص. سفره امريكا. سفره مبتعثين. على طول فك الاكياس حطها كذا في النص صارت سفره. شوف اذا تبغى تحترف تسوي هذه اللي في الزاويه هذه. صار كذا تمام؟ تمام. تبغى الشيء هذا موجود ابي اجربه. انا ابي اجرب جواكامولي. تمام. سفر سجود. سفر سجود. الحين كاني بالكويت. مع انه يا اخي هذا في السعوديه ما انا. يا سلام ما شاء الله تبارك الله سفره كامله اللي تبغاه كبسه بيتزا ما قصروا الشباب جابوا معاهم. مكه بس سالكم تعتبرون على طول؟ انا مو ساكن بمكه ساكن في الرياض بس احنا بمكه. يا سلام عمر ما شاء الله قبل اكل خاصه على مديرهم. الحمد لله كذا كان فطور. احنا ما نحب نثقل على الفطور بس شويه كذا بس ما كثرنا صراحه. انا شوف انه ما كثرنا بس امانه كيف الكبسه؟ والله جبار ولا اروع. وخلطه الافوكادو باين خبره. هذا الشغل هذه الخلطه كنت بجربها صار لي فوق السنتين اشوف بس ما جربتها. وكيف جربتها وعجبتني حيل شكله. في العافيه في العافيه. يعني خايف ثنيان صح صحين والله صح. حاتم كيف الطبخه ما عجبتك صح؟ حاليا انا وعمر فري جالسين نلعب بالورق. طبعا الورق الاتفاق ما يحتاج. عمر نفس حركتنا خلاص لازم نفوز. اول باول فتحوا الباب عشان يتكلمون يسوون حركه بس خلاص خلاص. والله الفوز لنا بس انا تنحت شوي. انا حسيت اقربت والله. قاعد لو تدري تدري اه تدري 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 يا اخي انت تدخل كذا قاعد نسولف نتكلم عن الاوراق شنو تبي الموضوع. قاعده فايزين ان شاء الله. عمر عند مجل ما ابدأ انا اشوف وش حك رجلي ولا حك راسي. طلع عليك هردك والله فيصل. يلا ما هنا فوز دائما. This is my specialty. هذه نشوف شوف حلو الكيس غالي والله. الكيس تعرف انه شيء مظبوط. قول لي كيكه زعفران. كيكه زعفران سلام عليك. تعرفها من شكلها ومن ريحتها. والله عمر ما تمزح انت. ايه تسوي معصوب بعد صح؟ معصوب كيكه زعفران. انا تخصصي كبسات وهذا وانت حلا. انا حلا عندي تمام. والقهوه عند حاتم.
كأن لعب. تبغى سكين؟ اتوقع هذه اوكي. كم صار لك تعلم عليها يا عمر؟ والله صار لي ممكن سنة. والله سويها كثير يعني، جاتني فترة كل اسبوع اسويها مرة. ما شاء الله تبارك الله. دام انه كل اسبوع اجل تقييم عالي. ايه. خمس نجوم. سلام، كيكة زعفران وقهوة وشاي، ايش حب كذا؟ والوجه الحسن جاهز؟ هذا بيمتن، حاتم تمتن؟ كذا استفت مرة على الآخر. ما بتاكل؟ لا. لا والله عشان لا. دوقها بس دوق. بدوق شوي بدوق. والله ايه. والله مو بعشرة على عشرة. أهني. جبار. والله حلو. والله أهني. والله بس ما أعطيكم الرسبي. برا. السر ما يبغى. تن أوت أوف تن. والله تن والله. والله صدمني والله. والله تن أوت. والله أهني. الله مع السلامة. عمر يعطيك العافية ما قصرت. مضطر يمشي لأنه بيرجع السعودية إن شاء الله قريب. وشكرا الحلا. وين جيراننا أنت؟ مرة في العمارة الجنبي. أنت بس أعطيني ألو أنا ضربتك الكيك. كفو. وتوصل بالسلامة السعودية إن شاء الله. ونشوفك ما قصرت. يعطيك العافية على الحلا، بنفتح بزنس. يلا عمر، مع السلامة، شكرا خير. سلام سلام، سلام يا وحش. شفت إذا قلت شخص أخلاق، أخلاق والله. باقي حاتم وفيصل فوق. مرحبتين. هلا والله. خلاص كاس عندي كاس الدنيا ترى. أنت يبي لك رسالة فيك. هذا نيني نيني. أحلى نيني بسرعة سريع سريع. يعطيك العافية فيصل. الله يعافيك. يوم جميل. يعطيك العافية اثنين وما قصرت والله. ونشوفك ان شاء الله مرة ثانية وثالثة. ابشر ابشر. مثلا هذه هي ساكنين. ان شاء الله استمتعت. حبيبي. اللي باليوتيوب نفسها اللي حتما فيصل. يا هلا والله. يلا سلام. سلام سلام. كذا الشباب يكون راح. يعطيهم العافية ما قصروا. يوم جميل. تعرفون كيف؟ مرض يروحون الا ينظفون ويرطبون، خلاص خليه ما يحتاج الا يرجعون كل شيء مكانه ولا ينظفون. يعطيكم العافيه والله. هنا نظف الطاره زي ما كانت، هنا رجعوا الكنب وحطوا الطاوله هذه، خلوا كل شيء زي ما كان. ايش اقول؟ اساطير، افتح اللابتوب اشوف الترند الاول على السعوديه، ومو بس الترند الاول على السعوديه، على الامارات والكويت والبحرين وعمان. انا قايل اصحاب ثنيان ما يرضون غير الاول، دائما الاول. الله الله يا اصحاب ثنيان، من بين كل المسلسلات ترند الاول حتى فوق ام بي سي. لا هنا تعرف ان اصحاب ثنيان ما يمزح معاهم. انتبه انتبه. لو الحين من جينا امريكا فلوقين وصلوا ترند الاول، اغلب الفلوقات وصل الثاني الثالث، بس لما الحين هذول الاثنين هم الاول، واي فلوق يوصل ترند الاول راح نطبع ونحطه هنا. هذا انجاز من اصحاب ثنيان، لازم نوثقه. كذا يكون خلصنا منه وطبعنا صورة الفلوجين. واحس في فيديوهات كثيرة راح تكون ترند الاول في الصيف، سواء فلوج بدون مونتاج الجزء الثاني. ينعم ان شاء الله بينزل هذا الفيديو، فيديو ردة فعلنا على التصاميم القديمة. بعد هذه التصاميم القديمة كنا نسويها مشكلة، وفلوج سفروا في امريكا بالسيارة. لا لا واضح في جدول. اول شيء هذا فلوج كان ترند الاول، وبعدها هذا فلوج. والوعد بالفلوجات الجاية. طيب يا جماعة قبل ما هي فلوج اليوم، كل حسابات تويتر وانستغرام وسناب شات موجودة تحت في الوصف، واي شيء خلف الكواليس ولا ما قدرت تصوره بالفلوج باذن الله راح احطه في الحسابات. تنورون واشوف الحسابات كلها، تسعدوني. طيب يا جماعة من هنا رايحين فلوج اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة. سؤال اليوم يقول: كل شخص قبل الفطور تكون عنده مهمة، انت ايش مهمتك؟ اكتب تحت في الكومنتات راح نشوف المهمات. كان معكم ثريان خالد، يقول لك لو تدري قديش الاشخاص يحبون ابتسامتك لقعد طول الوقت مبتسم، فاحنا نبغى منها ثواني بس. الله عليك، السلام عليكم. طيب قلنا بعدات كبيرة أحسن، بس قصدير أكبر كذا شو نحتاج فيه يعني؟ شو نغطي فيه؟ خلاص راحت عليك اللقطة. حط الرسم كذا.